المتميزة لكبار الرسامين الروس مثل يوري أنينكوف وألكسندر يوكوفليف وغيرهم، كما تشرح جو فيكري رئيسة قسم الفن الروسي بصالة صوتبي. أعتقد أن أهم لوحة في اللوحات الروسية المعروضة هنا هي الصورة التي رسمها يوري أنينكوف. إنه أحد أشهر الفنانين الروس في بداية القرن العشرين الماضي. لقد كان ناجحا للغاية في الجمع بين الرسم التصويري وحبه للفن التكعيبي والذي ترونه في هذه اللوحة وخاصة في خلفيتها. وستعرض في المزاد خمس لوحات أبدعها فنانون عمالقة مثل أندري ديران وبابلو بيكاسو وهنري ماتيس. ستكون هي محط أنظار المشترين من الروس الذين ازداد نشاطهم وإقبالهم على شراء اللوحات الكلاسيكية على المستوى العالمي خلال السنوات الخمس الأخيرة، كما يوضح اللورد مارك بالتيمور أحد المسؤولين بصالة صوتبي. هناك تزايد في عدد المشترين الروس في هذا المجال، وهذا ما نطلق عليه منطقة الفن المتميز والتي تتسم بوجود الثقة في سوق الأعمال الفنية والجودة التي يبحث عنها المشترون. ويتوقع الخبراء أن تباع اللوحات التي ستعرض في المزاد بأسعار فلكية تبدأ من 6 ملايين دولار وتصل إلى 21 مليون دولار مثل لوحة أشجار منطقة كولوار للفنان الفرنسي أندري ديران. طبعا مشاهدينا نواصل جولتنا الصباحية، كما عودناكم نبث الكثير من الصور عبر شاشتنا، الصور التي بعثتم بها عبر بريدنا الإلكتروني. طبعا فاطمة، الصورة الأولى وصلتنا من مدينة أصفهان. هذه الصورة هي عن ولادة نعجة، ولكن ليس يعني تختلف هذه النعجة من غير مع غيرها، لأنها تحمل الجينة المولدة للعقارب الخاص بمنع السكتة القلبية. طبعا هذه الحيوانات تسمى ترانسجينيك، يعني هذه العملية تمت بجهود العلماء الإيرانيين في مركز أبحاث رويان. الصورة التالية مشاهدينا وصلتنا من الأخ أحمد كريم من مدينة البصرة في العراق. هذه الصورة طبعا فاطمة ربما لا تحتاج إلى تعليق. صحيح. ومن مدينة خرام شهر الإيرانية التي تحتفل بذكرى تحريرها قبل 28 عاما وصلتنا هذه الصورة من الأخ علي الغبيشي. طبعا مشكور الأخ علي الغبيشي، مشكور وطبعا جزيل الشكر نقدمه لكل المشاهدين الذين بعثوا بنا بهذه الصور الجميلة، ونحن أيضا بانتظار المزيد. أكيد أفنان، وذلك على موقعنا الإلكتروني info@alalam.ir حيث ننتظر مشاركتكم وتواصلكم معنا. فاطمة، طبعا المحطة التالية محطة جميلة، محطة رائعة، محطة شاعرية. طبعا عندما يتم الحديث عن الورد، نعم، يبدو كل شيء يبدو جميل، وخاصة الوردة الدمشقية، يعني هي تتميز بكثير من الأمور ستتحدثنا عنها. نعم، الوردة الدمشقية مشاهدينا هي من أهم أنواع الورد القديم، عرفت منذ آلاف السنين وتعرف محليا بالوردة الدمشقية. تنتشر شجيراتها في لبنان وسوريا وخاصة في غوطة دمشق، وهي من الشجيرات المهددة مع الأسف بالانقراض بسبب قلة الاهتمام بها ولدخول أصناف عديدة من الورد الحديث. نشاهد هذا التقرير سوية. تملأ الرائحة القوية للوردة الدمشقية الشهيرة المرتبطة بماضي المدينة الرومانسي والشعر العربي سفوح سلسلة جبال القلمون إلى الشمال من العاصمة السورية دمشق، ويجري إحياء الزهرة في مكان نشأتها بعد عقود من الإهمال. اسم اللاتيني روزا دمسينا مرتبطة بدمشق، فواجب علينا كمواطنين سوريين أنه نحمي هاي النبتة من الزوال أو الانقراض أو الاندثار. هاي من نقطة. النقطة الثانية هي المجتمعات المحلية اللي هي اللي في بعض منها كثير يعني مورده الأساسي أو مورده الاقتصادي أو أهم الموارد الاقتصادية تبعيته هي هي الوردة. وأقام أمين البيطار ورشة صغيرة في قريته لاستخراج ماء الورد وتجفيف البراعم وصنع المربى من البتلات، لكنه لم يجد وسيلة فعالة لاستخراج الزيت غالي الثمن.
ننشر زراعتها بشكل كبير حتى تكون منتج استراتيجي رئيسي في سوريا، لأنه موطنها الأساسي في سوريا وبلاد الشام، ولازم نعيد زراعتها في هالمناطق الجبلية حتى تكون، حتى نستطيع أن نعمل معامل حديثة إذا كان الإنتاج كثير واسع نطلع الزيت اللي غالي الثمن. وعلى الرغم من أن الوردة الدمشقية لا تحتاج إلى الري كثيرا في حالة وجود ما يكفي من الأمطار، فقد انخفض الإنتاج بعد أن ترك سكان القرية التي يغلب عليها التركمان الزراعة للعمل في وظائف حكومية، وأصبحت دول مثل تركيا وبلغاريا هي المنتجة الرئيسية لهذه الوردة. فاصل ومن ثم نواصل. مشاهدينا من جديد، الآن ننتقل إلى عالم التطور والمعلوماتية أفنان، حيث تتحول التقنيات للأسف التي يجب أن تكون في خدمة البشر تتحول إلى إلحاق الأذى والضرر بهم. طبعا فاطمة، العديد من المواقع الإلكترونية مع الأسف في هذه الأيام تحولت إلى وسيلة للتجسس، تستخدمها بعض أجهزة الاستخبارات أو المؤسسات الأمنية في بعض الدول. من هذه المواقع موقع الفيسبوك العالمي، ويطرح موقع الفيسبوك والذي ينضم إليه شهريا أكثر من 1,000,000 شخص المعلومات المتعلقة بأعضائه بشكل علني للمشتركين بل وحتى غير المشتركين فيه من خلال محركات البحث على الإنترنت، حيث يمكن الحصول على المعلومات والتفاصيل عن الشخص وحتى عن أصدقائه ومعارفه. عن مثل هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان ولحياة الإنسان صارت تثير مخاوف المهتمين بهذا الشأن مع تزايد المطالبات باحترام المعايير الأخلاقية، مع استمرار عجلة التطور وعدم تحويل وسائل ومواقع الاتصال إلى وسائل سياسية وأدوات لانتهاك الخصوصيات والأسرار. فلنشاهد التقرير التالي. أكثر سايد بينطلبوا هو الفيسبوك، لأنه بيبعتوا صورهم، بتعرفوا على ناس عيال جداد. أكثر سايد هو أكثر شيء يعني بتطلع كل الشباب، أكثر شيء هو الفيسبوك أكثر شيء بيطلب. أكيد بدي أحط معلوماتي الشخصية على الفيسبوك مثل اسمي وعمري وانتماء السياسي والطائفة، وهالشيء بدل على معلوماتي الشخصية بالنهاية، حتى إذا واحد بده يتعرف علي أو بده حدا يلاقيني على الفيسبوك بيقدر يلاقيني بكل سهولة. المشكلة الأساسية بالإنفورميشن على الفيسبوك إنه أساساً هي public، يعني اليوزر بس عم بيحط هالمعلومات اللي موجودة على الويب سايت عم يعملها شير، وإذا ما كان حاطط البوليسي مزبوطين كل العالم تقدر تشوف كل الإنفورميشن الخاصة فيه، يعني بيقدروا يشوفوا صوره وبيقدروا يشوفوا صور أصحابه وأصحاب أصحابه. أكيد بحط كل معلومات الشخصية على الفيسبوك وعادة، وفي عندي رفقة أجانب كثير على الفيسبوك وقت بيسألوني عن رأيي الشخصي وبالسياسة بالدولة مثلا بالسياسة وبالدين، بضلوا يسألون على الوضع بلبنان، قصص أنا غريبة ليه بيسألوها السؤال ما عم بعرف، وآخر شيء أنه اضطريت شيلهم على الفيسبوك.